للتعليق على الموضوع ينضم عبر الهاتف معنا من برلين الخبير الأمني والعسكري الأستاذ محمد فوزي اللامي. مرحبا بك سيد محمد. صحيفة ديلي بيست الأمريكية في تقرير لها تقول إن قضايا فساد متعلقة بالسلاح تتورط فيها شركات أمريكية بمساعدة مسؤولين عراقيين، يعني ما الدور الذي لعبه شركاء العملية السياسية في صفقات السلاح؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. حياك الله. طبعا منذ عام 2003 وحتى الآن جميع الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق امتازت بصفقات فساد بما يخص التسليح والسلاح، ابتداء من أول وزير دفاع لهذه الحكومة الشعلان، ثم إلى عبد القادر وما بعده وما بعده. هنالك صفقات كبيرة جدا، صفقات بالمليارات انتابتها الفساد حقيقة. هنالك طائرات لم تكن صالحة، هنالك وجبات لم تصل إلى العراق أصلا. على مستوى وزارة الدفاع الفساد كبير جدا، على مستوى وزارة الداخلية نحن نتذكر بأنه من أكبر عمليات الفساد كانت عمليات الأجهزة، أجهزة كسب المتفجرات التي تبين أنها لا تعمل ولا يوجد هنالك أصلا شركة بهذا المنتج. فنحن سيد الكريم بالتأكيد هذه العملية السياسية وهذه الأحزاب طبعا هي أحزاب تعمدت أن يكون هنالك فساد في الملف الأمني، تعمدت أن يكون هنالك فساد في ملف الأسلحة. حقيقة العراق هو منذ عام 2003 عندما فتحت الحدود ما بعد الاحتلال أصبح العراق سوق سوداء لتجارة السلاح ولتجارة العتاد، ليس فقط على المستوى المحلي والداخلي إنما على مستوى المنطقة بالتأكيد. نعم، مصادر كشفت عن تورط جهات حكومية في فساد عقود أسلحة تكفي لتسليح قارة كاملة. يعني هو سيدي نحن لا ننسى بأنه هنالك أسلحة امتلكتها القوات الأمنية ثم تخلت عنها في انسحابات الموصل وانسحابات ضد تنظيم الدولة داعش. فنحن اليوم نعيش هنالك عملية فساد مزدوج. أولا هنالك عقود وهمية وهنالك عقود لم يتم حقيقة الحصول على التسليح فيها وتم دفع مبالغها إلى الشركات المعنية، وهنالك فساد آخر بأن هنالك سلاح أيضا وصل إلى القوات الحكومية، لكن حقيقة ما حدث من مؤامرات داخلية، ما حدث من مؤامرات سياسية، ما امتلكه تنظيم الدولة ما يقارب الأربعة مليار من سلاح وعتاد، هذا فساد حقيقة. وهذه الحكومة أيضا مشتركة في هذه العملية. نعم. فنحن اليوم نعيش فسادا مزدوجا لتقوم به هذه الأطراف السياسية الموجودة في بغداد. نعم. فيما يخص التعامل في السلاح اليوم سيد الكريم، العراق يمتلك في العراق اليوم ما يقارب 20 مليون قطعة سلاح موجودة خارج إطار الدولة. اليوم تمتلكها ميليشيات، تمتلكها عشائر، تمتلكها عصابات. 20 مليون قطعة سلاح أرقام مؤكدة. من أين أتت هذه 20 مليون قطعة سلاح؟ ومن دفع المبالغ؟ وكيف دخلت إذا لم يكن العراق يمتلك سوق سوداء للتجارة في هذه الأسلحة بغطاء سياسي من خلال هذه الأحزاب؟ مرصد السوق الدولية قال أو توقع أن يصل مبلغ استيراد العراق من السلاح إلى 161 مليار دولار عام 2024، وهو طبعا يعني رقم ضخم جدا. إن كان الجيش لا يستهلك كل هذه الأسلحة، لماذا تنفق أو لماذا يقوم العراق باستيراد هذه الأسلحة وتجهيزها على الميليشيات؟ هو سيدي العقود تقريبا تستطيع أن تقول بأن هنالك نسبة كبيرة منها عقود وهمية وعقود مساومات وعقود سمسرة كما يسمونها. أما الحصيلة اليوم، نحن اليوم لا نتحدث عن وجود جيش حقيقي اليوم قادر وفعال ويمتلك تسليح قوي جدا. اليوم تجد بأن ميليشيات الحشد الشعبي تجد تسليحها أفضل من تسليح الجيش الحكومي، وهذا طبعا بالتأكيد كانت هنالك عقود مع الأمريكان ومع البريطانيين ومع غيرهم، انتهت هذه الأسلحة بالنتيجة إلى أيادي الحشد الشعبي. فاليوم عندما نتحدث عن تصعيد في الأرقام وتصعيد في الاستيرادات، فبالنتيجة سوف تكون هذه الأسلحة
الى ايادي ميليشيات ايادي الحشد الشعبي. ولكن الم تتعهد حكومتا العبادي وعبد المهدي بسحب السلاح من الميليشيات؟ يعني هذا كلام سيدي. اليوم نحن امام امر واقع. اليوم الامر الواقع يقول بان ميليشيات الحشد الشعبي تمارس دور ما فوق دور الدولة. اليوم عادل عبد المهدي لا يمتلك أي سلطة على هذه الميليشيات. هذه الميليشيات اليوم تتحكم في الوضع الأمني داخل العراق وتتحكم في عمليات أيضا تشترك في عمليات خارج العراق في سوريا. فاليوم ما نسمعه من تصريحات هي تصريحات غير حقيقية اليوم، لأنه كون أن هذه الميليشيات أصبحت تسليحها أقوى من تسليح القوات الحكومية، لديها سلطة تمارسها أكبر من سلطة هذه القوات الحكومية اليوم، وهي بالنتيجة نحن نعيش حالة إرهاب حكومي تمارسه هذه الميليشيات بغطاء الدولة. نعم، من برلين الخبير الأمني والعسكري الأستاذ محمد فوزي اللامي، شكرا جزيلا لك.